للحديث حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. أهلا بك دكتور. بداية، ما هي أبرز ملامح منظومة الحماية الاجتماعية في مملكة البحرين، سواء الموجهة بشكل مباشر للفئات الأكثر احتياجا أو برامج الدعم غير المباشرة التي يستفيد منها المواطن؟ أولا طبعا شكرا جزيلا على الاستضافة الحقيقة. أهلا بك دكتور. وهذه فرصة سعيدة أن الواحد يتحدث عن ما يقدم ل يعني العديد من الفئات التي تحتاج الى الدعم والمساندة، بحيث تنتقل من إمكانية تلقي الدعم للوقوف على قدميها والتحول الى يعني مؤسسة او هيئة منتجة او حتى اسر منتجة. فالحقيقة في عندنا اولا من حيث المبدأ في عندنا قانون الضمان الاجتماعي اللي يحافظ على يسعى للحفاظ على مستوى المواطنين بحيث ما ينخفض مستواهم دون خط الفقر. وهذه طبعا قانون الضمان الاجتماعي مسؤول عنه وزارة التنمية العمل والتنمية الاجتماعية، وحريصة على أن تؤمن للأسر بشكل عام، مجموعة من الأسر ذات الاحتياج أو ذات المستوى المعيشي التي يعني يعاني من ضغط مالي، بحيث ما تنخفض أي مستويات. وهذا جانب يعني مهم جدا، لأنه أسهم في مثل ما نقول رفع مستوى معيشة المواطنين والحفاظ عليه على هذا المستوى، بحيث ما ينخفض أكثر مما ينبغي، بحيث يعني يصل إلى حالة العوز أو دون خط الفقر. أيضا في عندنا يعني مثلا من القوانين الأساسية اللي عندنا أيضا، أنه في مؤسسات مثل عندنا قانون التأمين ضد التعطل الوحيد في المنطقة، الذي يؤمن لمن يفقد عمله أنه على الأقل الدولة تدعمه إلى مدة 6 أشهر وتوفر له فرص ودعم نقدي يعني وفرص ايضا للتدرب والعوده للعمل. وهذا ايضا فريد من نوعه في الخليج، في المنطقه العربيه الحقيقه تتميز به البحرين. في عندنا ايضا يعني مؤسسات قائمه حاليا لدعم كل احتياجات الشباب مثلا او لتطوير اعمالهم. بالتالي طبعا غير اللي هي مثلا مؤسسات الانتاجيه الاسر المنتجه وما شابه، لكن اللي نتحدث عن المؤسسات اللي هي تعني بان انه الدوله فكرت في شيء يؤسس فيه، مثلا مؤسسه تمكين تدعم حاضنات اعمال ممكن، او مؤسسات تقدم دعم مباشر لاصحاب المشاريع. بالضبط استاذ سعيد، هي يعني تدعم المؤسسات تدعم الشباب، هذه التمكين تدعم الشباب بحيث انه ينتقل من انه يكون موظف الى يكون رب عمل، وبالتالي يتحرر اقتصاديا ويسهم في الناتج الاجمالي العام ويعتمد على نفسه. بالعكس، وقد ينظف يعني يضيف الى عمل بعض المواطنين البحرينيين، وبالتالي يصبح رب عمل ومعتمد على نفسه اكثر. وهذا طبعا يعني الحقيقه تمكين مشكور على كل جهودها، لان اسهمت في تعزيز مكانه العديد من الشباب ووضعهم في مواضع معينه. والحقيقه ايضا هناك يعني جوائز يقدمها صاحب السمو ولي العهد الموقر للمؤسسات اللي تنجح فيها في ريادة الأعمال. وحتى بالضبط هذه مسألة مهمة، لأن إذا الشاب استطاع أن يقف على قدمه فممكن يساعد أسرته بدون ما يعتمد فقط على 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 عمل. يعني دكتور، بما أنك بدأت منذ السبعينيات وهي فترة إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي يقدم حزم دعم مباشرة للمواطنين الأكثر حاجة، خلال هذه الفترة 50 عاما ربما أو أقل بقليل، كان هناك تطور على هذا القانون وعلى جميع البرامج التي تقدم الدعم سواء كان مباشر أو غير مباشر للمواطنين المحتاجين. الآن هناك أزمة جائحة كورونا. في هذه الأزمة المملكة راعت مصالح الناس، وكان هناك عدد من الإجراءات التي قدمت من أجل المساهمة في حماية المنظومة الاجتماعية وأيضا لمساعدة أصحاب الأعمال على تجاوز تداعيات هذه الجائحة. كيف يمكن أن يضيف ذلك خلال هذه الجائحة على ملامح منظومة الرعاية الاجتماعية التي تقدمها المملكة؟ فعلا هذه يعني إضافة مهمة جدا لأنه أحد يتحدث عنها، لأنه إحنا في الأزمة هذه جلالة الملك أمر بتخصيص 4 بلايين دينار وهو أكثر الحقيقة، لأن تكررت الدعم، الحكومة دعمت من يعني من مختلف على مختلف الصعد. اولا ما في ولا بحريني فقد عمله لان وظيفته يعني الغيت او لان الشركه تعطلت. كان في دعم للعديد من المؤسسات ما فيها المصارف والشركات الكبرى لابقاء البحرينيين على عملهم، بالعكس حتى يبقى بعض العاملين من الوافدين في اعمالهم. وهذه طبعا الحكومه في البدايه تكفلت بالراتب كامل
للبحرينيين لمدة 6 أشهر، والآن أيضا كان نصف الراتب كمرحلة ثانية. هذا أحد الجوانب. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عفيت من دفع الكهرباء، عفيت من دفع الأجارات. مؤسسات معينة تستأجر من القطاع الصناعية أيضا عفيت من الدعم، عفيت من يعني أعطيها الدعم غير مباشر أو مباشر من خلال إعفاءات في الأجار وإعفاءات في يعني التسديد الكهرباء، وبالتالي خففت الضغط على الشركات وخففت الضغط حتى على المواطنين، وبالتالي لم يكن هناك يعني لم نشاهد حركة فقدان عمل أو تسريح. شكرا. يمكن بعض الشركات الصغيرة اضطرت، لكن حتما هذا كان من يعني الشيء الذي يشاد به، ينبغي أن تشكر عليه الدولة لأن حافظت على الاستقرار والنسيج الاجتماعي بشكل كبير جدا. شكرا جزيلا لك. وضحت الصورة سعادة الدكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.